قدمناه والشي اللي قدمناه ما هو إلا واجب، وربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، ربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، لأننا انتسب إلى جيل لنأخذنا رجال بالأمس، رجال في المعركة واللي هما ماتوا ما ننساهمش أبدا. وعارفين بين هذوك اللي ماتوا، عارفين بين هذوك اللي ماتوا، هذوك أدوا الواجب نتاعهم كامل، هذوك أدوا الواجب نتاعهم كامل. وانا نذكر دائما تعليق تاع واحد من الاخوة المجاهدين في الماضي في سنة 56، عندما فوجئنا جميعا، قال كنا باغيين نعملوا ثورة، الشعب عمل لنا عرس، الشعب عمل لنا عرس، معناه افتح الديار نتاعو وخرج الزرابة نتاعو ولا خرج العصاير نتاعو، كل شيء. قال يا مجاهدين تفضلوا، هذا كل وما اكسب فهو على كل حال تحت تصرف الثورة. ما بقى الجزائر يروح يخدم فرنسا، ان شاء الله هذا كله التراب نتاع الارض هذه، ان شاء الله ناكلوا التراب نتاع الارض هذه، ان شاء الله نعيشوا بالتراب نتاع الارض هذه، ان شاء الله نعيشوا بالتراب نتاع الارض هذه، ان شاء الله نعيشوا بالتراب نتاع الارض هذه. لكن المناضل البسيط كان يخرج من حدود الولاية الرابعة من الورشنيس وهز شكارة نتاع الدراهم ويوصلها حتى المغنية، ما يخصش منها فلس واحد. شكارة نتاع الدراهم هذا الجانب كان جانب مهم، وكان يمثل القوة، كان يمثل الطهارة، كان يمثل النزاهة. والطهارة والنزاهة تولدت عنها الثقة، الثقة بين المجاهدين كمجموعة، طبعا المصير نتاعها واحد، الثقة بين المجاهدين وبين الشعب. إذا كان المراقب الحقيقي والرادع هو الضمير نتاع كل واحد. يعني روح الانهزامية ما خصهاش تكون الصف نتاعنا أبدا. نوع من التحدي. أطول الجزيرة ما تقدرش تقف على كل حال مكتوفة الأيدي. ما تقدرش تسكت، ما تقدرش تحط راسها، ما تقدرش تكون دليلة، ما كاش ولا تكون نهاية نتاعها. سبب للطرق وربي للطرق بسلاتها.